بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في مقرر المهارات الإدارية 4، مهارات البيع والشراء للمستوى السادس في النظام الفصلي للمسار الإداري. اليوم بإذن الله سننهي مراجعة هذا المقرر، وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن الخطوات العملية البيعية، واليوم وصلنا إلى الخطوة الأخيرة وهي متابعة العميل وخدمة ما بعد البيع. سنتعرف بإذن الله على أهمية متابعة العميل وكذلك الجوانب التي تتعلق بهذه المتابعة. علماء التسويق يؤكدون أن تكلفة استقطاب عميل جديد أعلى بكثير من المحافظة على العملاء، لذلك يجب على المنظمات والشركات أن تقوم بالمحافظة على عملائها، وذلك لتقليل التكلفة، لأن العميل حينما تحافظ عليه وتراعي شكاواه وتقوم بإرضاء رغباته سيستمر معك، مما يجعل الشركة تقوم بعمليات البيع بشكل أكبر، وهذا يقود إلى الربح بشكل مستمر. لذلك يتفقون العلماء أن العميل سيعترض، أن العميل يواجه مشاكل، لذلك يجب أن تقوم بالحفاظ عليه، بالرد على اعتراضاته، بعملية إرضائه، وأيضا إعطاء خدمات ما بعد البيع. لماذا المتابعة مهمة؟ أولا الاحتفاظ بهم لفترة طويلة من الزمن، بمعنى سنحافظ أيضا على أرباحنا لفترة طويلة من الزمن. ثانيا نقطة قوة في عرض البائع، حينما تقوم بإجراء مقابلة جديدة وتظهر للمشتري الجديد أنك حافظت على هذا العميل مدة طويلة، هذا سيجعل البائع في محل ونقطة قوة لقيام بعرض منتجاته. ثالثا الوقوف على مشاكل العملاء، حينما نتابعهم سنتحصل على معلومات أو مشاكل ثم نقوم بحلها للعميل أثناء حدوثها، هذا سيجعل العميل أيضا يكون راضي ويقوم بتكرار عملية الشراء. أيضا تدارك المشكلات التي تحدث من المنتجات بعد استهلاكها، حينما يقوم العميل بالاعتراض أو إعطاء بعض المعلومات التي يتذمر منها، هذا سيقودنا إلى تدارك المشكلات في المنتج في المرات القادمة في تطوير المنتج. إذن أيضا عملية المتابعة مهمة لنا من خلال التغذية العكسية التي نتحصل عليها من العملاء. وأخيرا تعليم وتثقيف العملاء لاستخدام المنتج، العميل حينما يشتري منتج قد لا يعرف كيف يستخدم هذا المنتج، حينما تستمر معه هذا سيجعلك تقوم بعملية تثقيفه وتدريبه على استخدام هذا المنتج، ودك إلى إرضاء العميل، ومن ثم سيقوم العميل بتكرار عملية الشرائية. جوانب التي تتعلق في خدمات ما بعد البيع ومتابعة العميل، أولا معالجة الشكاوى ومشاكل العملاء. العملاء يمرون بمشكلات محددة سواء من المنتج، من البائع إلى آخره. حينما تكون هنالك متابعة ستعالج هذه الشكاوى، ستجعل العميل راضي، وهذا ما تسعى إليه الشركات لاستمرارية العملاء، يجب أن تقوم بمعالجة شكاوى. كذلك قياس لرضا العملاء باستمرار سيقودنا إلى تقييم منتجاتنا، تقييم خدماتنا، تقييم أسلوب تقديم الخدمة، جودة المنتج، سعر المنتج، كل ذلك من خلال متابعة العميل. سنتواصل مع العميل، ما الذي يجعلك راضي، ما الذي يجعلك لا ترضى عن الخدمات والمنتج، هذا سيقود المنظمة الحصول على معلومات ومن ثم تقوم بعملية تطوير منتجاتها. أيضا نتابع العميل لعمليات تسليم والتركيب، وحينما يكون المنتجات تحتاج إلى تركيب وتسليم، وكذلك أيضا من المتابعة عمليات الضمان. الآن الشركات تتنافس في عملية ضمان منتجاتها، ويجب على الشركات الحديثة أن تقوم بإعطاء عملائها ضمانات على منتجات، وهذا دليل على قوة الشركة، وأيضا إغراء للمشتري في عملية الشراء. فالضمان أيضا مسؤولية والتزام من الشركة أنها ستقوم بالتعامل مع أي مشكلة تواجه العميل من مشاكل المنتج، وأيضا
أن هذه العملية هي اختبار للشركة ومدى جديتها ومدى ثقتها بنفسها، ثقتها بمنتجاتها. إذن سيصبح المشتري أيضا راضي، وهذا سيقوده إلى عملية الشراء. وأخيرا متابعة مردودات المبيعات لكل عميل رغبة، قد يغير رأيه، قد يواجه عيب في المنتج، مشكلة. لذلك يجب أن يقوم البائع بتقبل هذا الأمر، وأيضا يتابع عمليات الاستبدال واسترجاع بكل رحابة صدر، وهذا سيقود أيضا المشتري للرضا، ومن ثم سيكون عميل دائم لهذه المنظمة أو الشركة. في نهاية هذه الوحدة دعونا نجيب على هذا التقويم التالي. تمر عملية البيع من خلال مندوب المبيعات بعدد من الخطوات الواجب مراعاتها حتى الوصول لإنهاء الصفقة. تحدث عن هذه الخطوات وأهم ما يتعلق بنجاح هذه العملية. إذن تحدثنا في هذا المنهج وفي هذه الوحدة عن خطوات العملية البيعية، وقلنا أن البائع يجب أولاً أن يقوم بالبحث عن العملاء المرتقبين. والعملاء المرتقبين يجب أن تتصف بهم شروط، وهي أولاً أن يكون مخولاً بالشراء، بمعنى أن يكون لديه الصلاحيات التي تؤهله لاتخاذ قرار الشراء، وأيضاً أن يكون لديه القدرة، لديه المال على الشراء. بعد ذلك يقوم بالبحث عن العملاء من خلال مصادر البحث، مثلاً الأدلة التجارية، زملاء العمل، المعارض التجارية، والعديد من الأمور. بعد ذلك سننتقل البائع إلى الخطوة الثانية، وهي الإعداد للمقابلة البيعية. بعد أن تحصل على المعلومات المهمة اللازمة، الآن سيقوم بالإعداد للمقابلة من خلال أنه سيجمع المعلومات حول المشتري، حول المنتجات، يكون محدد أهدافه، يضع خطة للمقابلة البيعية، يحدد موعد مع العميل، بعد ذلك ينطلق في مقابلة العميل. أثناء المقابلة تحدثنا أن هنالك أمرين. أولاً عملية التمهيد، يجب أن يمهد لعملية البيع، وهنالك أساليب كثيرة، منها أسلوب الأخبار، يبدأ بالأخبار التي تدور حول المشتري ثم بعد ذلك ينتقل إلى عملية البيع، أو أسلوب التوصية، كان يأتي توصية من زميل، من صديق، ومن ثم يقوم بعملية البيع، أو أسلوب الهدية، كان يعطي هذا البائع المشتري هدية ومن ثم سيقوم بعملية البيع، أو عرض منافع المنتجات، أو يقوم بتجربة هذا المنتج، وهذا ما يطلق عليه بأسلوب الصدمة. بعد ذلك سيقوم بإلقاء البيع أو عرض البيع، وأيضا العرض لديه أساليب، من أشهرها أولا الأسلوب المعلب، وهو أسلوب يكون محفوظ من قبل البائع، يتصف هذا الأسلوب بأنه مميز بالنسبة للبائعين ذوي الخبرة القليلة، يساعدهم في تجاوز الأمر. أيضا أنه مميز أو بإمكان استخدامه حينما يكون الوقت ضيق بالنسبة لعملية البيع. لكن هنالك عيوب لهذا الأسلوب، وهو قد يشعر البائع بالملل وكذلك المشتري. هنالك أسلوب آخر، وهو أسلوب اللقاء المخطط، وهو شبيه بالأسلوب السابق، ولكن هذا الأسلوب يترك الحرية للبائع في إلقاء التحايا التي يريد، وأيضا ثم التعريف بالمنظمة ثم التعريف بالمنتج، لكن هنالك هيكل يجب أن يستمر أو يقوم بالعمل عليه، لكن له الحرية في عملية اختيار الكلمات. بعد ذلك تحدثنا عن أسلوب الثالث، وهو أسلوب تلبية الحاجات، هو الاستماع والإنصات للمشتري، يتحدث عن حاجاته، بعد ذلك يقوم البائع بعرض المنتجات التي تتناسب معه. وآخر هذه الأساليب هو أسلوب حل المشكلات، وتحدثنا أن هذا الأسلوب أسلوب معقد، يحتاج إلى دراسات وبحوث، وغالبا ما نجده في شركات الأدوية أو الأجهزة ذات الخصوصية لمثلا بعض الأعمال. بعدما يقوم البائع بهذه المقابلة سيكون هنالك رد واستفسار واعتراض من العميل. يجب أن يتعامل البائع مع هذه الردود والاعتراضات بالشكل الصحيح، فالاعتراض دليل على أن العميل مهتم، دليل أنه يرغب في الشراء، ولكل عميل ظروف متنوعة تختلف، لذلك يجب أن يكون البائع مرنا في ذلك. وتحدثنا عن أساليب، هنالك أساليب كثيرة، أسلوب طلب التوضيح، أسلوب تأييد العميل لكن مع إظهار دليل، أسلوب صحيح ولكن، أسلوب تأجيل الإجابة، أسلوب التجاهل، كل هذه الأساليب من أساليب الرد على اعتراضات العملاء. فالعملاء غالبا ما يعترضون لكي يحصل على سعر أقل أو جودة أعلى وإلى آخره. بعد ذلك سيقوم بإنهاء الصفقة،
وإنهاء الصفقة هنالك أوقات ملائمة كان يظهر علامات وإيماءات أو تلميح من المشتري أنه اقتنع، أو يكون هنالك اتفاق مسبق، أو أن بعد أن يقوم كبائع بعرض جميع مزايا المنتج هنا انتهى دورك وتستطيع أن تغلق الصفقة. بعد أن أغلق الصفقة هنالك عملية المتابعة للعميل، تتابعه في مجالات كبيرة، مجالات الصيانة، مجالات خدمات ما بعد البيع، كل ذلك سيحقق لك رضا العميل ومن ثم استمرارية العميل مع الشركة، فتكلفة عميل جديد تكون أعلى بكثير من تكلفة الحفاظ على العملاء الجدد العملاء القدامى. لذلك دائما تسعى الشركات للمحافظة على عملائها لعدم الوقوع في مشاكل وتكاليف إضافية. السؤال الثاني وهو وضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أولاً، تنتهي العلاقة بين البائع والمشتري في العملية البيعية بمجرد شراء العميل للسلعة، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ بعد أن يشتري البائع ينتهي دور البائع أم هنالك أدوار يجب أن يقوم بها؟ إذن الإجابة خاطئة، هنالك أدوار، فالعملية البيعية مستمرة، تتابع العميل، تتابع الضمان، فرضا العميل يجب أن يتم من خلال متابعته أيضاً بعد الشراء. ثانياً، طريقة اشتر الآن لإنهاء الصفقة تعني تقديم عرض مغري للعميل لا يمكن الحصول عليه بعد المقابلة، ما رأيك؟ تحدثنا أنه من أساليب إغلاق الصفقة وأن هذا الأسلوب قد يكون مرضي لبعض العملاء، وأيضاً يقوم العميل بعملية الشراء وهذا الأسلوب يدفعه إلى إنهاء هذه الصفقة. ثالثاً، العملاء المرتقبين هم مجموعة من أفراد والمنظمات الذين قاموا بعملية الشراء، ما رأيك؟ هل قاموا بالشراء أم ننتظر أنهم يقوموا بعملية الشراء؟ إذن الإجابة خاطئة، هم من تتوقع أن يقوموا بعملية الشراء. يعتبر أسلوب التوصية من أحد أساليب الإلقاء البيع، تحدثنا أن هنالك أساليب تمهيد وأساليب إلقاء، فأسلوب التوصية من أساليب التمهيد وليس الإلقاء. من أساليب الرد على اعتراضات الموافقة على اعتراض العميل، هل هنالك أسلوب يؤيد هذا الكلام؟ نعم، هو أسلوب صحيح، ولكن قد توضح هذا الاعتراض من خلال إضافة معلومات إضافية. سادساً، من أحد أسباب اعتراضات العميل خلال المقابلة البيعية الرغبة البشرية في مقاومة التغيير، تحدثنا أن من أهم أو من أشهر المشاكل في عملية اعتراضات هي مقاومة البشر لعملية التغيير، وأن البشر دائماً ما يكون عدو ما يجهل. سابعاً، يعطي أسلوب إلقاء المخطط فرصة أكبر للعميل للمشاركة مقارنة بأسلوب المعلق، تحدثنا أن هنالك من أساليب الإلقاء البيعي هنالك أسلوب المخطط وأسلوب المعلق المحفوظ. تحدثنا أن المخطط هو إعطاء المشتري مجال أكبر في النقاش مع البائع مقارنة بأسلوب المحفوظ، وهو مناسب في حينما يكون هنالك وقت ضيق لعملية بيعية ولا يترك المجال للعميل في النقاش. إذن الإجابة صحيحة. أسلوب حل المشكلات يعتبر من أسهل أساليب إلقاء البيع وقلة تكلفة. تحدثنا أن هذا الأسلوب من أعقدها، وأنه يوجد في المنتجات مثلا الأدوية أو منتجات المتخصصة في الأجهزة المتخصصة يحتاج إلى بحث إلى دراسات، بعد ذلك يتم إرضاء العميل من خلال تحقيق رغبته في حل هذه المشكلة. السؤال الثالث، اربط كل عبارة من القائمة الأولى بما يناسبها من القائمة الثانية. أولاً، المعايير الواجب توافرها في العميل، تحدثنا أن العميل يجب أن يتوافر فيه شرطان، أولاً أن يكون مخول وأن يكون لديه القدرة الشرائية، إذن القدرة المالية وتخويل الشراء. ثانياً، أسلوب الإلقاء المعلب، تحدثنا وهو المحفوظ من أساليب إلقاء البيعي، وهو يعتمد على إلقاء المعد مسبقاً وتكون عبارات جاهزة معدة لجميع البائعين لهذه المنظمة. ثالثاً، أسلوب صحيح ولكن أيضاً من أساليب رد على العميل والاعتراضات، وهو موافقة العميل مع تصحيح المعلومة. رابعاً، أسلوب الصدمة، وهو أيضاً من أساليب التمهيد للعملية البيعية،
وتحدثنا أن يقوم البائع بعمل شيء خارج عن المألوف، كان يجرب جهاز، كان يقوم بتجربة حية أمام العميل. خامساً، طريقة اشتر الآن، وهي من الطرق لإغلاق العملية البيعية، وهي تقديم خصم أو خدمة مميزة للعميل. سادساً، أهمية متابعة العميل تكمن الأهمية في أننا سنحافظ عليه لفترة أطول. سابعاً، طريقة تقديم خيارات متعددة للعميل، هذا سيجعل العميل يشعر بأنه صاحب القرار الأول والأخير. تحدثنا أنه يجب إعطاء العميل خيارات لكي لا يشعر أن هذا الأمر مفروض عليه بشكل غير مناسب. ثامناً، أسلوب عدم الموافقة مع البرهان هو من أيضاً من الأساليب الرد على اعتراضات العميل، وهو من خلال أن تقدم البرهان والدليل على ذلك. تاسعاً، أهمية التمهيد للعملية البيعية هو زرع الثقة بين البائع والمشتري، ويجعل المشتري يرتاح للبائع، ويستطيع البائع من خلاله إظهار البوادر الإيجابية والانطباعات الإيجابية للمشتري. وأخيراً، مصادر المعلومات عن عملاء مرتقبين، تحدثنا عن هنالك عديد مصادر منها الجمعيات المهنية المتخصصة. بهذا انتهت مراجعتنا للمقرر المهارات الإدارية 4، مهارات البيع والشراء. شكرا لكم على حسن إنصاتكم، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والإسلام. شكرا لكم، وإلى اللقاء، وعلى دروب الخير نلتقي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello and welcome to everyone. I am Waleed Ibrahim Al-Alewa and I will introduce Traveler 6 for the third secondary grade, the second semester. And the topic is Revision 4, Unit 5 and Unit 6. Let's start now. Okay, here we have body and mind. This is the topic of Module 3. And in Unit 5, we are gonna review this unit about reported speech, statements, questions, commands, and requests, adjectives plus prepositions, expressions with come, idioms, collocation, adjectives plus nouns. And this is from page 55 to 65. Okay, now let's start with grammar. This is about reported speech statements. What is reported speech? Before we start, in direct speech, we repeat the exact words that someone said. We usually use the verb say, and the words of the speaker are put in quotation marks. Okay, this is direct speech. For example, Irina said, this is a quotation marks, Tina is on the phone. This is direct speech. Now let's talk about reported speech. In reported speech, we report the meaning of what someone said. The meaning only, we will take the meaning of what someone said without using their exact words. Without using their exact words, we use a reporting verb, usually say or tell, followed by that. And the reported statements, that which can be omitted. Okay, we use say and tell and don't use the exact words. For example, Irina said Tina is on the phone. Irina said that Tina was on the phone. Now, what do you notice? Notice here, this symbol is in the present and this symbol in the past. So when you use a reported speech in the sentence in present, change it to past, okay? When we change a sentence from direct to reported speech, pronouns and possessive adjective change according to the meaning of the sentence, okay? For example, I like your new bike, said Ian. This is a reported speech now. Ian said that he liked my new bike. Okay, now this is direct speech and this is a reported speech. When you want to change a direct speech to reported speech, in present simple, past simple. When the sentence present progressive, make it past progressive, past simple, past perfect simple, present perfect simple, past perfect simple also, present perfect progressive, present perfect progressive, well, would in reported speech, can, could, also, must, we have must, change it to had. For example, Kevin said, I want to buy a new car. This is present simple. We will change it. Kevin said that he wanted to buy a new car. Dan said, I will call you later. We will change it. Dan said he would call me later. Okay, also we have reported commands and requests. We commonly use tell, beg, command, advice, warn, or order when we report commands. And request, we use ask when we want to report a request. Okay? The imperative means open the door, don't sleep, eat a healthy food. Okay? The imperative changes to full infinitive or not plus full infinitive. So full infinitive to and the base form of verb, not plus full infinitive, not for the negative. Okay, so be quiet children, said Ahmed. This is a command. We will change it now. Ahmed told the children to be quiet. Now this is full infinitive. Okay, don't tell anyone please, Laura said. Laura asked me not to tell anyone. Okay, not and full infinitive. Okay,
Also here we have special introductory verbs. There are a number of special introductory verbs used in reported speech. So for example, this structure, verb plus full infinitive, we use it with the verbs agree, claim, demand, offer, promise, refuse, threaten, etc. Okay, in these verbs, we use it with verb plus full infinitive. How? For example, I will babysit for you, said Patty. So we will change it now. Patty offered to babysit for me. Now, offered. Okay, we change or we add offered. Okay, another structure. Verb plus object plus full infinitive. With advise, allow, ask, beg, encourage, forbid, invite, order, permit, remind, warn, etc. Okay, we use these verbs in this structure. Verb, object, plus full infinitive. For example, you should take better care of yourself, Ivana, said Sally. So we will change it to Sally advised Ivana to take better care of herself. Okay, now also we have another structure with these verbs. Verb plus ing form with accuse somebody of, apologize for, admit to, complain to somebody about, deny, insist on, suggest, etc. So let's take this example. George lied to me. Lied to me, said Mark. Now this is, we will change it to the reported speech. Mark accused George of lying to him. يعني مارك اتهم جورج أنه يكذب عليه. Now another structure, verb plus that clause for admit, agree, claim, complain, exclaim, explain, inform somebody, promise, suggest. For example, you never listen to me, he said. He complained that I never listened to him. Okay, here we have practice. Rewrite the sentences in reported speech using the correct form of the verbs given. Number one, or the first one, if you don't stop making noise, I will call the police, said Martin. This is threaten. So in threaten, we will use verb plus full infinitive. Let's see. Martin threatened to call the police if we didn't stop making noise. If you don't hear, this is in present. If we didn't change the pronouns also. You, we. Okay. If I see Jackie tomorrow, we will go shopping, said Kate. We will use say. The answer is Kate said that if she saw Jackie the next day, they would go shopping. Well, would. Your parents are arriving tonight, Brenda, Dina said. Tell. We will use tell. Dina told Brenda that her parents were arriving that night or tonight. Parents, your parents are arriving tonight. This is present progressive. We will change it to present past. Past progressive, parents were arriving that night. Okay, here we have reported questions. We usually introduce reported questions with the reporting verbs ask, wonder, and want to know. Either so when you want to make a reported question, use ask, wonder, and want to know. The verbs in reported question are in the affirmative form. In the affirmative form. Why did you go to the doctor? He asked. So we will change it. He asked me why I had gone to the doctor.
If the direct question begins with the question's word, the reported question also begins with the same question word. So when we start with why, put why, where, put where, okay? Where are you going? He asked. He asked me where are was going. Present simple, past simple. When we change questions from direct to reported speech, pronouns, tenses, adverbs, etc. change in the same way as in reported statements. اللي استخدمناها في reported statement نغيرها بنفس الطريقة اللي هي pronouns, tenses, adverbs. Okay. If the direct question doesn't begin with the question word, إذا لم تبدأ ب who أو which, who, why, where, question word, the reported question begin with if أو whether. مثلا هنا, did you enjoy the presentation? He asked. We will say, he asked me if or whether I had enjoyed the presentation. Here we have vocabulary. Number one, adjectives and plus prepositions. So see here, familiar with, two, ashamed of, serious, about, different, from, proud of, curious, about, popular, with, capable of. See this example. Young man, you should be ashamed of yourself. Talking to your classmates like that is unacceptable. Okay, here we have the second thing, expressions with come. We have some expressions with come. First one, come into effect means to begin to apply. Come to terms with means to accept something. Come or came to light, to be made known. Come in handy means to be useful. Come true means actually happen. And come into power means to take a position of leadership or control. Let's take this example. Eric's mobile phone came in handy last night when he had a puncture and had to call for help. The third part in vocabulary about idioms. And as you know, idioms is or are a group of words that has a special meaning that is indifferent from the ordinary meaning of each separate word. So don't take the meaning literally in separate word. For example, food for thought means something that makes you think carefully. Train of thought, series of thoughts that are connected in some way. Have second thoughts means to change your opinion or have doubt about something. Have to be seen to be believed means to be unusual but true. Make believe means not real, and a penny for your thoughts means something you say to ask someone what they are thinking about. Let's take this example. Why don't you tell me what are you thinking about? Come on, a penny for your thoughts. Now let's take collocations, and this is about adjectives plus nouns. Okay, the first one, common sense, and that means the ability to behave in a sensible way and make a practical decision. Mental power, strong, influence, vivid, imagination, lasting, impression, stimulating, environment, wide range, burning, desire. Okay, let's take this example. Imad's always making up stories. He's got such a vivid imagination, ability to imagine unlikely situations very clearly. Okay, the first time I saw his paintings, they made a lasting impression on me. Lasting impression, something or someone that remembers for a long time. Okay, now let's do the exercise. Choose. Number one, you don't look very happy. Are you having second thoughts about sharing your flat
change your mind means. This is idioms. This map of Europe really came in handy, useful, when we were traveling around Holland and Germany. Number three, Adrian Bolton looks capable of breaking the 100 meter swimming record at any time. Okay, now let's start with unit six. And in this unit, we will revise unreal past, inversion, lexical set, the body, phrasal verbs, take and bring, expressions with get and put. And this is from page 66 to 77. Okay, we will start now with vocabulary about lexical set. This is about the body. We will talk about some parts of the body. Let's start with the first thing, head. This is a head. And this is eyebrow, forehead, eyelash, chin, nostril. Nostril, this is not nose, but one of the two openings at the end of the nose. Upper body. This is upper body. This is shoulder. And this is elbow. And this is waist. The part around the middle. The part around the middle of the body between stomach and hips. And this is chest. Also, chest is the upper part of the body in front of the body. Okay, this is belly. Okay, lower body. This is what? This is thigh. Thigh, this is the top part of the leg. Okay, and this is calf. Back of your leg or of the leg. Shin is the front part, is the front part of the leg. And ankle is where you where the foot joins the leg. Okay, we have also organs, parts inside the chest, lungs, liver that cleans your blood, kept, kidneys, one of the two parts of the body, kidney is one of the two parts of the body that separate waste liquid from the blood, and we have intestines, that is the tube in your body that carries food from your stomach. Okay, let's take now grammar. This is about unreal past. Okay, when we use it or how we use it. We use unreal past in unreal situations or impossible wishes. That's it. Present or future reference. Sometimes we use the past simple. We use the past simple when referring to the present or future. This is called the unreal past. So this structure, wish plus or wish if only plus past simple, wish plus past simple or if only plus past simple, we use it to make a wish about a present or future situation which we would like to be different. For example, I wish you didn't have to go tomorrow but you have to, or I wish I had a bigger house but I don't. Also, this structure wish if only plus could plus per infinitive اللي هو الفعل بدون to في المصدر to express regret about something we cannot do it or do at present. For example, I wish I could speak Italian. And also we have this structure, we use wish if only plus would plus per infinitive when to express annoyance or irritation or dissatisfaction and to make a wish concerning a present situation that is unlikely to change. The subject of would must be different from the that of wish, okay? For example, I wish the days would go be more quickly. We use should rather plus past simple to say that we would prefer somebody to do or not to do something.
The subject of would rather must be different also from the subject of the main verb. For example, I would rather you didn't use my phone. Okay, also we have this structure. We use it's time, it's high time, it's about time, plus past simple to express criticism or complain about something that should have already been done. For example, it's time you went to bed. Also, the last expression or the last structure, this is for as if, as though, plus past simple. Use it for untrue situations. For example, he speaks as if he were an expert. لاحظ هنا he were, not that he was. لأن في unreal past نستخدم were بدل was مع he or she it. Also here about past reference, we use wish, if only, plus past perfect simple. Past perfect simple. In past reference, we use past perfect simple to express regret about something that happened or didn't happen in the past. For example, I wish I had, I wish I had, this is past perfect, I had taken a torch with me. I can't see thing. Or we use would rather, as if, as though, plus past perfect simple for unreal situations in the past. For example, I would rather you had informed me earlier. Or he talked to us as if he had known us for years. Okay, so we use wish, if only, would rather, as if, as though, it's high, about, time, plus past simple when referring to the present or future. But we use wish, if only, would rather, as if, as though, plus past perfect when referring to the past. Now, let's take this exercise. Number one, I would rather the children didn't go to bed so late last night. This is in the past, so we use would rather and past perfect, hadn't gone. Two, it's high time Nasser decided what he wants to study at university. Decided. Three, Aisha is my older sister, but sometimes she acts as if she were my mother, as I said before. Number four, I wish I could find time to visit my cousins in Riyadh more. Now let's take vocabulary about phrasal verb take. Take after means to look or behave like someone else. Take back means to admit that what you said was wrong. Take down means to write down. Take in means to understand. Take off means to leave the ground. Take on means to accept. Take over means to take control. And take up means to occupy space. Let's take this example. Take back what you said, or I will never speak to you again. Let's talk now about expression with get. Get down to business means to start work. Get even with means to take revenge. Get into trouble means to face problems or difficulties. Get on somebody's nerves means to annoy. Get the better of means to defeat. Get the sack means to lose one's job. For example, I lost or you lost your job. Let's take this example. Come on, people. We'd better get down to business, start to work, if we want to have the project finished by Wednesday. Okay, here we have phrasal verbs about bring. Bring about means to cause something to happen. Okay, phrasal verbs, verb with preposition. Phrasal verbs with bring about, to cause something to happen. To bring back means to cause to remember. Bring in means to earn. Bring up means to raise a child. Bring around means to convince someone to change their mind. Let's take the example, looking at those pictures brought back some happy memories for me. Expressions with put.
Put pressure on means to try forcefully to persuade somebody to do something. Put a stop to means to stop something from continuing. Put the blame on means to accuse somebody of something. Put effort into means to do something using extra energy. Put money into means to invest money. This example, my father is putting pressure on me to go to night school. Rami has put so much money into the business that he has none left in the bank. Okay, the last thing we have grammar. This is about inversion. And inversion means when you change the order of something. Okay, but in grammar, in English grammar, when some words or expressions, usually with a negative or restrictive meaning, are at the beginning of the sentence is formed like a question, okay? But is not a question, this is a sentence, but is formed like a question. The auxiliary is placed before the subject, okay? This is called inversion and is used for emphasis. And as you know, in every sentence in English, the subject comes first and then a verb. But in inversion, we start with a verb, and after that, we will put a subject. And I'm sure you know the question's structure. The verb comes before the subject, but in inversion, also, there is a verb comes before a subject, and this is a sentence, not a question. Okay, and the thing that you must understand about inversion, there are some particular expression or a few expressions in inversion that you use it in inversion sentences. Let's talk about these expressions now. Never before. إذا جتني هذه العبارة مثلاً بستخدمها كinversion بقول never in my life had I لاحظ هنا قلت had I okay never in my life had I felt so embarrassed أو rarely does he ما قلت he does he use his credit card only in an emergency should you dial 999 not only but also not only did I lock the door but also secured the windows not until I saw him in person did I realize how tall he was. In no way is he to blame for what happened. Little did he know that a surprise awaited him. Under no circumstances would he accept my proposal. Okay, we have also seldom and hardly ever when and nowhere, oh no, now here, on no account, by no means, and we have no sooner. Okay, let's do the practice now. Expand the notes into sentence using inversion. Number one, under no circumstances, you should be rude, pass. We will say under no circumstances should you be rude to the boss. Two, no sooner he entered home last night phone rang. We will say no sooner had he entered past perfect his home last night than the phone rang. In no way, Kevin, except go out, Danny, tomorrow. In no way will Kevin accept to go out with Danny tomorrow. Well, Kevin, okay? Now, at the end of these lessons, we covered in the previous lessons, Unit 5, and this is about reported speech, statement, questions, commands, and requests, adjectives plus prepositions,
expressions with come, idioms, collocations, adjectives plus nouns. And also we talk unit 6, and this is about unreal past, inversion, lexical set, the body, and phrasal verbs take and bring, and expressions with get and put. I hope that's clear. Thank you very much for your watching this video and the previous videos. Thank you very much and good luck.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الصف الثالث ثانوي المسار الفصلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الدرس الثالث في مقرر التفسير رقم 5. معنا أول الموضوعات هنا، معنا الموضوعات في تفسير من الوحدة الثالثة في تفسير سورة آل عمران. أهداف من أهداف الوحدة الثالثة أن يذكر الطالب شروط التوبة النصوح، وأن يدرك فضل الاستغفار. الدرس الثاني من هذه الوحدة هو الدرس الأول معنا هنا، من تفسير الآيات من سورة آل عمران 133 إلى 136. هذه الآيات بين أيديكم كما ترون، في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، إلى الآية رقم 136 من السورة. موضوع نريد أن نستخرج أو نحدد موضوعا مناسبا لهذه الآيات، موضوع مناسب يجمع هذه الآيات. وأقرب ما يكون عندنا ثلاث خيارات: الخيار الأول فضل الأعمال الصالحة، الخيار الثاني استحباب المسارعة للطاعات، الخيار الثالث وصف الجنة. هذه ثلاث خيارات أمامنا تكون موضوع لهذا الدرس، موضوع الآيات فضل الأعمال الصالحة، استحباب المسارعة للطاعات، وصف الجنة. الأنسب منها والأقرب هو استحباب المسارعة للطاعات، لأن في بداية الآيات، في مطلع الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فوائد وأحكام من الآيات: الفائدة الأولى الحث على المسارعة إلى الخيرات وتعويد النفس على الجدية في الطاعات، وهذا مطلب مهم في حياة المسلم خاصة الشباب، مطلب أن يعود نفسه من بداية حياته أن يبادر إلى الطاعة. والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض. الفائدة الثانية ترغيب المخطئين في طلب المغفرة من الله، ما في أحد ما يخطئ، ما في أحد ما تزل به القدم، ما في أحد ما يعصي، ما في أحد ما يذنب، لكن المخرج من الخطأ والذنب والمعصية هو استغفار الله عز وجل والتوبة إليه، وهذه من علامات الإيمان، من علامات الإيمان. من الفوائد: الذنوب، خطر الذنوب، خطر الإصرار على الذنوب. الذنوب لما يصر عليها الإنسان، معنى الإصرار عليها يعني مداومة فعل الذنوب، ملازمتها زمن. فالإصرار عليها، الإصرار على الذنوب في خطر، أن الخطر الأول أنه يسجل عليه ذنوب معاصي وآثام، الخطر الثاني هو أنه يستمر الذنوب هذه، ثم كل ذنب يتبعه ذنب آخر وتتوالى عليه، نسأل الله السلامة والعافية. من فوائد الآيات فضل الحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس احتسابا للأجر من الله عز وجل، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني أن كظم الغيظ والعفو أنه إحسان، إحسان إلى الخلق، والله يحب المحسنين. من الفوائد في قوله عز وجل: جنة عرضها السماوات والأرض، هنا في الآية ملحظ أنه قال جنة عرضها، ذكر العرض، ذكر العرض هنا ولم يذكر الطول. في فائدة لطيفة، وهي أنه ما دام أن عرض الجنة عرض السماوات والأرض فكيف يكون طولها؟ لأنه من المعلوم أن الأطوال دائما هي أطول من الأعراض، لأن اسمها أطوال فهي أطول من الأعراض، فالعرض أقصر طولا من الطول، فما دام أن عرضها السماوات والأرض فكيف يكون طولها؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا إغراء، إغراء في الآيات، إغراء للمسلم أن يبادر إلى الطاعة وأن يحتسب ما عند الله عز وجل. عندنا التقويم على هذه الآيات، التقويم في الآية عدد من صفات المؤمنين، استعرض الآيات وتعرف على ثلاث صفات من صفات المؤمنين، استعرض الآيات وتعرف على ثلاث صفات من صفات المؤمنين. الجواب متروك لكم، تفتح الكتاب أو تفتح المصحف على الآيات، تستعرض الآيات وتجد عدد الصفات التي ذكرها الله عز وجل للمؤمنين. لما تعرف عدد هذه الصفات أنها من صفات المؤمنين ذكرها الله عز وجل، هنا أمر مهم جدا، وهو أن الشاب طالب وطالبة وكل مسلم أنه يبادر أن يتصف بهذه الصفات كلها أو يتصف ببعض منها، يتصف ببعض منها، ويدرب نفسه على استكمال بقية الصفات التي جاءت في هذه الآيات، وكذلك صفات المؤمنين التي جاءت في مواضع أخرى من الكتاب أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الدرس الثالث الوحدة الثالثة تفسير الآيات 190 إلى 195 من سورة آل عمران. الآيات من قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآية رقم 195، وهذا هو موضوع درسنا هذا. من معاني الكلمات في هذه الآيات: مناديا ينادي للإيمان، مناديا ينادي للإيمان. المنادي هنا المراد به، المقصود به، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، المراد بالمنادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في قوله عز وجل: ما وعدتنا على رسلك، في على ألسنة رسلك، والله عز وجل وعد عباده المؤمنين على ألسنة رسله بثواب الدنيا وثواب الآخرة العظيم. من فوائد الآيات، من فوائد هذه الآيات وأحكامها، فضل التفكر في ملكوت السماوات والأرض وأثره في تقوية الإيمان وتثبيت اليقين. التفكر في خلق السماوات والأرض، كيف عظم خلق السماوات وعظم خلق الأرض وما فيها من المخلوقات وما في السماء من الأفلاك وما فيها من الكواكب وما في الأرض من الخيرات وما تحت البحار وما في البحار، كل هذه لما يتأملها الإنسان ويفكر فيها كل هذا يزيد في إيمانه بلا شك. وكذلك إذا تأمل الإنسان نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الخلق عظيم، خلق السماوات عظيم، خلق الأرض عظيم، خلق النجوم والكواكب والشمس والقمر والآيات العظيمة الباهرة، خلقها عظيم. فالذي خلقها هو الأعظم سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. وعظم خلقها ودقته دال على كمال علمه واطلاعه وحكمته، لا إله إلا هو سبحانه. الثناء على ذوي العقول، لأن الإنسان كلما زاد عقله كان بالله أعرف وكان منه أخوف. كلما زاد عقله دله على خالقه سبحانه وتعالى، كلما زاد عقله دله على الهدى والرشاد، كلما زاد عقله دله على البصيرة، وكلما زاد عقله دله على فكاك نفسه من عقوبة ربه. وإذا كمل العقل استدل على الخالق سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. من فوائد الآيات استحباب ذكر الله عز وجل على كل حال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه. من فوائد الآيات خوف العقلاء من عذاب النار في قول عز وجل وقنا عذاب النار. أيضا ابتداء الدعاء من الفوائد، ابتداء الدعاء باسم الرب ووصف الربوبية لله عز وجل، وهذا جاء كثيرا في هذه، جاء مرات متعددة في هذه الآيات، وجاء كثيرا على ألسنة الرسل من دعاء موسى ومن دعاء نوح في قوله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي دعاء موسى قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكذلك كان دعاء سائر دعاء الأنبياء يذكرون اسم الرب وصفة الربوبية لله سبحانه وتعالى. مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لأن توسلوا له بأعمال صالح وهو الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حرص المؤمن العاقل على حسن الخاتمة، وهكذا كان خيار الخلق يسألون الله حسن الخاتمة. وقد قال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الوحدة الرابعة من أهدافها التعرف على سورة النساء، وكذلك بيان الأثار المترتبة على اتباع الشهوات. الدرس الأول في الوحدة الرابعة التعريف بسورة النساء. سميت سورة النساء بهذا الاسم لورود ذكر النساء فيها في أكثر من موضع. وكذلك من ما يتعلق بسورة النساء مكان نزولها. سورة النساء من السور المدنية وآياتها 176 آية، هي سورة مدنية،
وآيات، وهي 176 آية. وسبق أن ذكرنا قبل ذلك الفرق التفريق بين القرآن المدني والقرآن المكي. من فضائل السورة أن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. قال: تعلموا سورة الأحزاب النساء، تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. لماذا؟ لأن فيها شيء من أخلاق المجتمع المسلم والمحافظة على الأعراض والسلوك العام والآداب الفاضلة الكريمة التي يجب أن يتعلمها المسلمون صغارا وكبارا. أبرز موضوعات السورة: السورة فيها مجموعة موضوعات، منها بناء المجتمع المسلم، كذلك حماية حقوق اليتامى، حماية حقوق المرأة، كيفية قسمة المواريث، حماية المجتمع المسلم من الفواحش والحث على الزواج. التقويم في هذه التقدمة للسورة، سؤال هنا: ما ترتيب سورة النساء في السبع الطوال؟ ترتيب سورة النساء في السبع الطوال، تفتح مصحفك تنظر إلى ترتيب السورة إما عن طريق فهرس المصحف أو عن طريق النظر في أول السور في أول المصحف حتى تصل إلى ترتيب السورة في السبع الطوال. ليس المقصود ترتيبها في المصحف، ولكن ترتيبها في السبع الطوال، ترتيبها في السبع الطوال. يتبع الدرس الأول معنا هنا تفسير الآيات من سورة النساء من 27 إلى 30. قوله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إلى قوله عز وجل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من فوائد وأحكام الآيات السابقة: أولا، أن الله عز وجل يرغب عباده في التوبة، أن الله عز وجل يرغب عباده في التوبة ويريد أن يتوب عليهم. قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل يحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه وأن يعودوا إليه وأن يرجعوا إليه، لكنه وقد وعدهم بقبول توبتهم، وعدهم الله عز وجل بقبول توبتهم، والله يريد أن يتوب عليكم، لكن لابد للتائب أن تكون توبته صادقة وصالحة لله عز وجل، صادقة يريد بها ما عند الله، يريد عفو الله ومغفرته والإنابة إليه. فإن الله من فضله سبحانه وتعالى وكرمه لا يرد التائبين، وهذا تفضل منه سبحانه وبحمده. أيضا من الفوائد الحذر من الذين يلهثون وراء الشهوات وكشف حقائق مقاصدهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات يريد أن يميل الناس ميل، ما يكفي من الميل اليسير، لابد أن يكون ميل عظيم، ميل عن الحق إلى الانحراف والشهوة ومعاقرة المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. من الفوائد: الفاسدين عباد الشهوات لا يقفون عند حد معين من الفساد، لا يقفون عند حد معين، بل يؤزون بعضهم وتؤزهم شياطين الإنس والجن إلى الزيادة من الفساد، لأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أن الشيطان قال الله عز وجل على لسان إبليس بما كان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الشيطان وعد أنه سيقف لأهل الإيمان وأهل الصلاح بكل طريق ليصدهم عن الإيمان والهدى، وكذلك أعوان الشيطان من شياطين الإنس يفعلون كذلك. من فوائد الآيات وأحكامها بيان رحمة الله بعباده وحبه للتخفيف عليهم والتيسير لهم. الله عز وجل يسر لعباده في التشريع ويسر لهم حتى في التوبة إلى الله إليه سبحانه وتعالى، أن يصدق العبد ويتوب إلى الله عز وجل بلسانه وبقلبه فإن الله يتوب عليه، وهذا تيسير من الله بعكس ما كان من الأمم السابقة أن توبتهم لا تكون إلا أن يقتلوا أنفسهم، لكن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه من تاب تاب الله عليه سبحانه وبحمده. من الفوائد الإشارة إلى ضعف الإنسان في كل أموره، ولذلك الله عز وجل قال: وخلق الإنسان ضعيفا. ضعف الإنسان يتضح، ضعف الإنسان أول من يتضح ضعف الإنسان لذات الإنسان نفسه، يتضح ضعفه لنفسه مباشرة، فالغيب محجوب عنه ما يعرفه، أمورها الخاصة أحيانا ما يدرك ما الذي يصلح له وما الذي لا يصلح له، قد أحيانا يفكر ويخطط في أمر من الأمور يتجه فيه ويصير فيه ويكون فيه ما يكون فيه ما يريد، يكون فيه على نقيض وعكس ما يريد تماما، وما ذاك إلا لكمال ضعف الإنسان.
يعني عدم إدراكه لكل ما يحتاج إليه، لأنه خلق كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيف. أصل الإنسان مخلوق بضعف ومن ضعف، وأيضا مرده إلى الضعف، مرد الإنسان إلى الضعف. من فوائد الآيات تحريم قتل المرء نفسه، تحريم قتل المرء نفسه ابتداء، أو قتل أحد من المسلمين، لأن الله عز وجل هنا قال نهى أن يقتل الإنسان نفسه، ونهى أن يقتل أحدا آخر، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نهى عن أن يقتل الإنسان نفسه، ونهى أن يقتل مسلما آخر بدون حق. تقويم قول الباري سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. تأمل هذه الآية وهذا الجزء من الآية: وخلق الإنسان ضعيفا. دون ملاحظاتك، دون أمثلة عندك في على خلق على ضعف الإنسان، اذكر مثالين، تجد أنك بعد ما تذكر مثالين قد يقودك المثالان إلى مثال ثالث، والثالث إلى الرابع، والرابع إلى الخامس. فحقيقة في النهاية تقف أمام هذه الآية حقيقي، حقيقة يعرف الإنسان حقيقة معنى هذه الآية لما يجد أن أمثلة ضعف الإنسان كثيرة جدا، يعلم معنى حقيقة هذه الآية: وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا علم أنه ضعيف فليعد إلى ما يتقوى به، إذا علم أنه ضعيف فليعد إلى ما يتقوى به، ولا قوة للإنسان من أن يركن إلى ربه ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويدعوه ويلوذ به سبحانه وبحمده. الدرس الثاني من الوحدة الرابعة: تفسير الآيتين 31 و32 من سورة النساء. الآيتان قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نحدد موضوع مناسب للآيات، موضوع مناسب للآيات. عندنا ثلاثة خيارات: الخيار الأول الترغيب باجتناب الكبائر، الخيار الثاني التحذير من الحسد، الخيار الثالث فضل الله عز وجل وسعة علمه. الأقرب من هذه الخيارات الثلاثة: الترغيب باجتناب الكبائر، التحذير من الحسد، فضل الله وسعة علمه. الأقرب منها هو هذا الاختيار، الترغيب باجتناب الكبائر، هذا أنسب أن يكون موضوعا للدرس. هنا عندنا فوائد وأحكام. من فوائد وأحكام الآيات الحث على اجتناب كبائر الذنوب لآثارها السيئة على الفرد والمجتمع. آثارها السيئة على الفرد واضح، آثارها السيئة على المجتمع أنه كلما فعل فرد من أفراد المجتمع أو قارف مجموع عدد أو قارف ذنوبا وآثاما واستمرها واستمر عليها، فإنه في الغالب ينضاف إليه واحد ثاني والثاني معهم ثالث وهكذا، حتى تكون السيئات والمعاصي منتشرة ومتفشية في المجتمع بسبب ممارسة فرد واحد، وهكذا عامة الذنوب والمعاصي. فضل الله عز وجل على المؤمنين حيث يكفر عنهم الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر، يكفر عنهم الصغائر بالصلوات رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، هذه مكفرات للذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فضل من ربنا جل وعلا. من فوائد الآيات جاءت تسمية الذنوب سيئات لقبحها في نفسها ولأنها تسوء صاحبها. الذنوب تسوء صاحب الذنوب لأنه لن يفرح أحد أن يقال له أنت سارق أو أنت كذاب أو أنت عاق والديك أو أنت لا تصلي، يسوءه أن يتكلم الناس بذنبه، فسميت سيئات من هذا الباب. من فوائد الآيات بذل الأسباب الموصلة إلى فضل الله عز وجل والاكتساب وطلب الرزق، هذه لابد. قال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فالإنسان يفعل أسباب الكسب وسائل الكسب فيما يتعلق بأمر الدنيا، ولا يركن إلى التمني والأمنيات ونحو ذلك، لا بد أن يفعل الأسباب الموصلة للكسب، وكذلك يفعل الأسباب الموصلة لرضا الله وطاعته فيما يتعلق بعمل الآخرة. من فوائد الآيات في قوله عز وجل: واسألوا الله من فضله، هذا حث على الدعاء، دعاء سؤال الله عز وجل، اسأله من فضله، من فضل الدنيا والآخرة، يسأل الله عز وجل من فضله من الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل كريم غني
رحيم رحمن لطيف بعباده، فإذا سأل العبد ربه فليسأله من خير الدنيا والآخرة، فإن فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وبحمده. التقويم، عندنا التقويم هنا من خلال ما درست سابقا، أي أيام الأسبوع أرجى أن يجاب فيه الدعاء بالنسبة للأيام وليس الأوقات؟ المعلوم أنه هو يوم الجمعة، الأرجى أن يكون يوم الجمعة. نورد هذا هنا من باب الحث على الانتقال من تجاوز مسألة الجانب المعرفي، أن نعرف أن يوم الجمعة نتكلم بهذا نقول هذا، ننتقل إلى الجانب السلوكي العملي. إذا مر بك يوم الجمعة أيها الطالب أيتها الطالبة، فاحرص احرص احرص حرصا شديدا على أنه لا يذهب يوم الجمعة إلا وقد أودعته عملا صالحا، دعاء، ذكرا، قراءة للقرآن، تعظيما لله، وهكذا. الدرس الثالث من الوحدة الرابعة، تفسير الآية 36 من سورة النساء. الآية قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من فوائد الآيات الابتداء بحق الله، أن الله عز وجل ابتدأ بحقه هنا، قال واعبدوا الله، ثم عطف بحقوق الآدمية، بحقوق العباد، لأن حقوق العباد عظيمة يجب التخلص منها والوفاء بها. الإحسان إلى الوالدين وتعظيم حقهما حيث بدأ الله بهما بعد حقه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. من الفوائد الإحسان إلى القرابة وجوب صلة الرحم، الإحسان إلى القرابة، إخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا سائر القرابة، الإحسان إليهم يعني واجب بحسب قربهم، ومن كان أبعد فإن الإحسان إليه وصلته فضيلة وفيها خير عظيم وقربه إلى الله عز وجل. الإحسان إلى اليتامى، الذي واليتيم هو من فقد أباه، من فقد أباه وهو دون سن البلوغ، سواء من الذكور والإناث، من فقد مات أبوه وهو دون سن البلوغ سواء من الذكور والإناث، فإنه هو الذي يسمى يتيم. والإحسان إليه بالرفق به والتلطف معه في القول، والإحسان إليه بالمال وكف الأذى عنه. من فوائد الآيات الإحسان إلى المساكين، ممن لا يجدون ما يكفيهم. المسكين هو الذي عنده مال لكنه لا يكفيه، فالإحسان إليه بالمال، وإن لم يكن هناك مال فالإحسان إليه بالقول الحسن. من فوائد الآيات الإحسان إلى الجار القريب، الجار القريب له ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. حق القرابة والإسلام والجوار، هذا حق للجار القريب. من الإحسان إلى الصاحب بالجنب، هو الرفيق الملازم للإنسان، مثل زميله الذي يجلس معه ونحو ذلك، أو يركب معه في سيارته، أو مثل يعني من يكون زميله في عمل أو في دراسة ونحو ذلك، هذا الصاحب بالجنب. الإحسان إلى الخدم ونحوهم من المستضعفين، هؤلاء يجب الإحسان إليهم لأنهم جاءوا بحاجة، شدة حاجتهم ولابتعادهم عن أهلهم وذويهم. والمراد في الآية قال وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين الآن لا يوجد ملك يمين موجود مستقر، لكن يشابه ملك اليمين الخدم والسائقين والعمال ونحوهم، فالإحسان إليهم متعين. التقويم، عندنا التقويم هنا، تعرف على الذين أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم في الآية الشريفة. الله عز وجل ذكر أصناف من الناس أمر بالإحسان إليهم، تعرف على هؤلاء، وإذا عرفتهم، طبعا الجواب متروك لكم، استعرضها في الآية، إذا عرفتهم فافعل ما أمرك الله عز وجل به في حقهم. عندنا الوحدة الخامسة أيضا في تفسير آيات من سورة النساء، من أهداف الوحدة يوضح معنى الأمانة ويستشعر عظم الأمانة ويذكر صورا من الأمانة. الدرس الأول هو الدرس الأول من الوحدة الخامسة، الآيتين 58 و59 من سورة النساء. قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
من فوائد واحكام هذه هاتين الايتين الحث على اداء الامانه ورعايتها وعدم التفريط فيها. قال سبحانه: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. من فوائدها شمول الامانه لكل ما يؤتمن عليه المرء، سواء كان ذلك بحق ربه او حق نفسه او حق غيره من الخلق، لان الله عز وجل هنا قال: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات، جميع مجموع عموم الامانات، هذه جاءت بال التي تفيد الاستغراق، الامانات ال تفيد الاستغراق، يعني جنس الامانه ان العباد مامورون بادائه على وجهه الصحيح. وجوب العدل في الحكم وهو اساس الملك واصل الحكم في الاسلام، انه يقوم على العدل بين الناس. ايضا وجوب طاعه الله وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي فهم القران والسنه والعمل بهما. وما لم يفهم الانسان فانه يرجع في ما لا يفهم، ما يحتاج الى علمه والعمل به يرجع فيه الى اهل العلم، يدلونه ويرشدونه الى ما يحتاج اليه. من فوائد الايات وجوب طاعه اولي الامر، وجوب طاعه اولي الامر، واولي الامر هم العلماء والامراء، العلماء والامراء، العلماء يبينون للناس الحق، والامراء يلزمون الناس ويحملونهم على فعل الحق. وجوب رعايه الانظمه التي تحقق مصالح المسلمين، الانظمه اي نظام يحقق مصالح المسلمين فانه يجب ان يراعيه، يجب على الجميع مراعاته والاهتمام به وتنفيذه كما هو. الرد الى كتاب الله عز وجل عند وجود اختلاف، الرد الى كتاب الله عند الخلاف هو من مقتضيات الايمان، فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. التقويم، عندنا التقويم هنا استخرج من الايات ما يدل على وجوب طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يدل على هذا من الايات قوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الأمر هنا والأمر يقتضي الوجوب. عندنا الوحدة السادسة فيها تفسير آيات من سورة المائدة. من أهداف الوحدة يتعرف الطالب على سورة المائدة، يذكر أمثلة على الوفاء بالعهود، وأن يبين حكم الصيد للمحرم، وأن يدرك عظم شعائر الله عز وجل، وأن يعدد ما حرمه الله عز وجل في الآية الثالثة من سورة المائدة. وهنا من أهداف الوحدة السادسة نذكر معنى الحرابة، وأن يوضح العقوبات المترتبة على المحارب، وأن يشرح الطالب الآثار المترتبة على تحقيق الأمن. الدرس الأول من الوحدة السادسة التعريف بسورة المائدة. أبرز موضوعات سورة المائدة: وجوب الوفاء بالعقود والمواثيق، الأمر بالتعاون على البر والتقوى، والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، بيان الحلال والحرام في الأطعمة والذبائح والصيد، بيان حل ذبائح أهل الكتاب وحل الزواج بنسائهم، تقرير أحكام الطهارتين الصغرى والكبرى بالماء والتراب، دعوة أهل الأهواء والأمم المنحرفة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. تقويم عندنا هنا، التقويم جاء في افتتاح السورة الأمر بالوفاء بالعقود في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل لهذا دلالة، هذا الأمر على الافتتاح؟ نعم له دلالة، دلالته هنا الجواب أن سورة المائدة هي أجمع سور القرآن التشريعي والأمر والنهي والحلال والحرام. يتبع للدرس الأول تفسير الآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة. تمهيد: لا بد للإنسان في علاقته في حياته في هذه الحياة، في علاقته مع ربه وعلاقته مع الناس من حوله وعلاقته بنفسه، أن يكون له شيء من الضوابط تضبط هذه العلاقة وهذا السلوك وهذا التعامل، وتضبط حتى علاقته بربه سبحانه وتعالى في عبادته واعتقاده. وقد جاء كثير من هذه الضوابط في سورة المائدة. ومع عرض وتفسير الآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة، معاني الكلمات، في بعض الكلمات نحتاج إلى معانيها، منها العقود. العقود جمع عقد، وهي العهود الموثقة بين العبد وربه وبين العباد وبعضهم. وأيضا لا تحل شعائر الله لإحلال الإخلال بها وترك تعظيمها، أي ترك تعظيم شعائر الإسلام. القلائد هي جمع قلادة، وما يوضع في رقبة الهدي الذي يساق، الهدي من بهيمة الأنعام الذي يساق إلى الكعبة لإطعام البيت الحرام لإطعام فقراء الحرم. لا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملكم بغض قوم على أن تظلموا أو تتركوا العدل. اختيار وتحديد موضوع مناسب للآيات،
عندنا ثلاث خيارات: تعظيم العقود مع الخالق والمخلوق، أنه يعني إيذاء المؤمنين، الثالث تعظيم المسجد الحرام. الخيار الأقرب من هذه الثلاثة هو الخيار هذا، تعظيم العقود مع الخالق مع الخالق والمخلوق. فوائد الآيات: الفائدة الأولى وجوب الوفاء بالعقود والعهود، سواء كانت مع الله سبحانه وتعالى كالإقرار بتوحيده، أو كانت عقد بين الإنسان وناس آخرين. أيضا الوفاء بالعقود إحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، هذا من الوفاء بالعقود. أيضا من الوفاء بالعقود تعظيم حرمة الحرم، تعظيم حرمة الحرم. من الفوائد والأحكام في الآيتين تعظيم شعائر الله وتعاليم دينه وأحكام شرعه، ومنها النهي عن إحلال شعائر الله بانتهاك المحرم منها، أو عدم القيام بالواجب منها، أو التهاون في تعظيمها. ومن فوائد الآيات بيان أن الإسلام جمع بين عبادة الله والتجارة والكسب، فلا تضاد بين أن يعبد الإنسان ربه وأن يتكسب في الدنيا فيما أحل الله عز وجل له. ولذا فإنه قال سبحانه: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وهم حجاج بيته. فقد تبين في هذا أنه لا تضاد بين العبادة والتدين والتوجه لله سبحانه وتعالى وبين طلب الكسب الحلال. التقويم هنا عن ما من خلال دراستك فيما مضى، ما الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم هي أربعة، وهذا ذكرها هنا وبيانها. الدرس الثاني: الآيات من سورة المائدة 33 و34 آيات الحرابة. سبب نزول الآيات: في قصة حصلت أن أناس من الأعراب جاءوا إلى المدينة ومرضوا في المدينة. لما جاءوا هنا ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا خارج المدينة لإبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا إليها وشفوا واستقامت أمورهم، ثم إنهم قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم وفي إثرهم، فجيء بهم فقتل، قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، سملوا عينيه ثم تركهم في الشمس حتى ماتوا. هذا سبب نزول الآيات. معاني الكلمات في هذه الآيات: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافه، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ينفوا من الأرض أي يسجنوا. من فوائد الآيات، من فوائد وأحكام الآيات عظم جريمة قطع الطريق والمخلين بالأمن، لأن الله عز وجل سمى عملهم هذا محاربة لله ورسوله وفساد في الأرض. خسارة من ارتكب هذه الجريمة هي أن الله سماه محارب لله ولرسوله. أيضا لا فرق في هذه الجريمة بين كونها في البلد أو داخل المدينة أو في الطرقات، أو كون الذي فعلها واحد أو أربعة أو خمسة أو نحو ذلك، لا فرق، كله حرابة. من الفوائد أيضا حسن سياسة الإسلام وتشجيع المجرمين على التوبة، لأنهم إذا تابوا سقط الحد عنهم بما جاء كما جاء في الآيات: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هنا الذي يوقع هذه العقوبات وينفذها هو الإمام، الذي يوقعها وينفذها هو الإمام. الله عز وجل التقويم: الله عز وجل سمى المحاربين، جمع المحاربين عقوبة الدنيا والآخرة. دليل ذلك في الآيات، في دليل في الآيات هنا، الدليل هو هذا قوله عز وجل: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خزي الدنيا وعذاب الآخرة.